وبشأن تظاهرات البصرة واغتيال الناشطة سعاد العلي إحدى المشاركات في التظاهرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. سيد زياد، مرحبا بكم. لنبدأ من صحيفة ميديا بارت الفرنسية، حيث قالت إن شباب الأحياء الفقيرة في البصرة يقودون ثورة ضد الأحزاب. بداية، كيف تقيم تصاعد الحراك الشعبي خاصة في محافظة البصرة؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية، أحييكم سادة الأكارم. الموضوع في العراق، وكما يعلم الجميع بأن العراق يعاني من وضع خاص منذ 2003، ومع تعاقب الحكومات التي استلمت الملف العراقي والتي عملت تحت رسح الاحتلال الأمريكي والإيراني، ونتائجه واضحة للجميع. اليوم نتحدث عن الحراك الذي الآن موجود في البصرة، ولكن بكل تأكيد يجب أن نتحدث عن الحراك الذي سبقه في بغداد وقبله في المناطق المنكوبة، الموصل والأنبار، والذي يعتبر هو امتداد ما يحدث الآن في البصرة للمحافظات الأخرى من نقص في الخدمات. البصرة تشهد منطقة تعتبر التوتر الأمني فيها قليل جدا، كانت الحكومات السابقة غالبا ما تعلل فشلها في المحافظات العراقية بأنها تشهد أعمال عنف، ولكن البصرة ليست الموصل وليست الأنبار وليست بقية المحافظات الأخرى، فلماذا الفشل الحكومي؟ طيب سيد زياد، يعني مع اغتيال الميليشيات المسلحة للناشطة الدكتورة سعاد العلي في محافظة البصرة، وهي إحدى المشاركات في تظاهرات البصرة، هل تعتقد أن في مقتلها هي رصاصة الرحمة قد أطلقت على المتظاهرين عموما؟ لا يمكن ذلك، فإن السبب الرئيسي للثوار في البصرة والمتظاهرين والمعتصمين هو باقي، وهو الخدمات والمعيشة وغيرها الكثير من الملفات الأخرى. أما ما معروف، الكل يعلم بأن العراقي لا يستسلم أبدا، وهذا معروف عنا كعراقيين ككل، وهذا ما يجمعنا أيضا. فاغتيال النشطاء ومثل ما حدث اليوم مع الدكتورة سعاد العلي وقبلها مع بعض الشباب والشيوخ وحملة الاعتقالات، فهي رسائل واضحة للمتظاهرين وللثوار في البصرة، ومفادها بأن الميليشيات تعاقب كل من خرج عن طوع القنصلية الإيرانية التي تم إحراقها في البصرة، وهذه رد فعل الميليشيات. اليوم الحالة، يجب أن نوصف الحالة في مدينة البصرة ومحافظة البصرة بأن الفجوة كبيرة أصبحت جدا ما بين الميليشيات والحكومة وبين أهالي البصرة، مثل ما حدثت فجوة كبيرة بين أهالي مدينة الموصل والقوات الأمنية الطائفية التي كانت تحكم في سنة 2014، وما يحدث الآن أيضا مع ميليشيات الحشد. ما تم حرقه وهو مقرات الميليشيات، ما تم حرقه هو القنصلية الإيرانية، ولو تم دعم المتظاهرين لتم حرق القنصلية الأمريكية. إذن العراقيون بكل أطيافهم بكل مسمياتهم رافضين لكل أشكال الاحتلال في العراق، ومن ضمنها محافظة البصرة الأبية الصامدة عروس الخليج، وإن شاء الله باقية البصرة بثورتها إلى تحقيق مطالب أهاليها. سيد زياد، إذا كان كل أركان الحكومة يقولون نحن مع مطالب المتظاهرين، إذن على من خرج المتظاهرون؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، ما مصلحة الميليشيات المسلحة في تصفية المتظاهرين إذا كانوا يخرجون لمطالب تطالب الحكومة بتوفيرها؟ الإجابة على سؤالك عزيزي أن الميليشيات التي تقوم بتلك الأعمال نفسها الميليشيات التي قامت بنفس العمل بتصفية قادة المتظاهرين وشيوخ العشائر في مدينة الموصل، والتي تم اتهام داعش والجماعات المسلحة. أما اليوم في البصرة فلا يوجد داعش، فإذا هي الميليشيات، وهو واقع حال والكل يعلم بذلك. الميليشيات تأتمر بسيدها قاسم سليماني وإيران، لأن هي من تمول، هي من تدعم، هي من تمدهم بالسلاح، هي تمدهم بالمقرات والدعم اللوجستي، وربما حرق القنصلية رسالة على أن أهل البصرة يعلمون جيدا ما تقوم به تلك الميليشيات
في محافظة البصرة. أعتقد بأن العملية أصبحت أكثر وضوحا اليوم في داخل العراق. نعتقد بأن المسألة أصبحت باتجاهين متنافرين تماما، لا وجود لعراقيين مع الميليشيات. سيد زياد، نبقى في البصرة، ولكن لو تحولنا إلى قضاء أبو الخصيب، أهالي القضاء يهددون بقطع خط للنفط بعد أن أهملت مطالبهم من قبل مجلس محافظة البصرة وأيضا من قبل الحكومة المركزية في بغداد. هل تعتقد أن الأمور ربما ذاهبة لمزيد من التصعيد؟ بكل تأكيد الأمور ذاهبة إلى التصعيد، وأعتقد بأن هذا ما يحدث لأن العالم لن يلتفت على البصرة وعلى العراقيين ومطالبهم المشروعة بدون سبب. قطع النفط هو زيادة الأسعار التي زادت في الفترة الأخيرة، أما أحداث البصرة وقطع النفط ونحن لا ندعو إلى عمل تخريب لا سمح الله، ولا ندعو إلى العنف، ولكن ندعو إلى المطالب المشروعة لأهلنا هناك في البصرة. قطع النفط وإيقاف عمل الشركات وإيقاف تصدير النفط العراقي كفيل بأن يلتفت العالم إليه، وأعتقد بأن المجتمع الدولي سيتحرك عندما يقف نفط البصرة وهو الحقول الرئيسية في العراق وفي البصرة كما نعلم. وأعتقد بأنها خطوة صحيحة إذا حدث ذلك بدون عنف وبتظاهرات سلمية، وأعتقد بأن أهل البصرة سيقوم بذلك إذا لم يكن اليوم فغدا أو بعده بكل تأكيد. من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.